معاكم محمود من قناة رو لايف. علاج الكورونا من غير مرغ كتير وخليك تفضل تتفرج عليا لاخر الفيديو عشان تاخد الحل اللي موجود في عنوان الفيديو، لا من اول دقيقة هقولك ادي العلاج. هو ده العلاج، ازازة مية وازازة عصير. طول ما انت قاعد ولا واقف ولا ماشي معاك الازازة المية ومعاك ازازة العصير، بتعمل بيهم ايه؟ كل شوية تاخد على قد الغطا تقريبا، يعني لو مليت الغطا على اخره نص بق، نص بق او ولا ربع بق ولا تلت بق، وبل بقك كل 25 دقيقة. كل 25 دقيقة هتبل بقك يا مية يا عصير عشان ما تزهقش. ده هيحافظ على رطوبة الفم فما يجيلكش الكورونا. ممكن يجيلك اي فيروس بسبب سوء تغذية، بسبب اي حاجة عدوى، لكن مش هيجيلك الكورونا. حاجة كمان، هتغسل سنانك اول ما تصحى الصبح قبل ما تنزل، وهتغسل سنانك قبل ما تنام بالليل. هتغسلها كويس. يعني ايه كويس؟ انت عارف الحارات بتاعت او خريطة بقك، الحارات والازقة اللي موجودة في فمك، فبهدوء من غير ما تجرح اللسة لو سمحت، لان لو جرحت اللسة وبقى عندك بتدمي او شيء كده دخلنا في مشكلة تانية، هتبقى عرضة للفيروس بشكل او باخر. فاحرص على انك تغسل سنانك بالراحة وكل مكان يعدي عليه الفرشة ولو حاجة بسيطة، المهم ما تقعدش بكتيريا. في دوايين بنصحك بيهم، في دواء اسمه فلاجيل 500، ده ضد البكتيريا اللاهوائية اللي موجودة في الفم لو انت نزفت، ده بيقاتل البكتيريا اللي من النوع ده وبيقيك من ناحية اخرى من فيروس الكورونا او ما شابه. تمام. الدواء التاني دواء مضمضة، عشان برضو لو في التهابات في الفم ينفذ منها فيروسات او حاجة، اسمه طنطم، طنطم الاخضر. ده مش اعلان لدواء، ده دواء مشهور وتقريبا ملوش منافسين. طنطم الاخضر ده مضمضة او غرغرة، ده مرة الصبح بعد غسيل الاسنان ومرة بالليل بعد غسيل الاسنان برضه. فدي حتة مهمة، يمكن نص العلاج كده والنص التاني المية والعصير اللي قلت لك عليهم، يفضلوا معاك طول اليوم. تاخد كل 25 دقيقة مش اكتر من كده، ممكن اقل، تشرب نص بق مية عشان ريقك يفضل مبتل. بقية الاحتياطات انت ممكن تعملها انت من نفسك، كل الناس قايلة عليها، كمامة مش كمامة انت براحتك، جلوفز او جوانتيات برضو براحتك. حاجة كمان احب افكرك بيها، في زمان كان فيروس اسمه انفلونزا الطيور، كان في انفلونزا الخنازير، راحوا فين دلوقتي؟ ما زالوا موجودين بس ما بقاش عليهم تسليط للضوء. هل انتشروا وموتوا الكوكب؟ لا طبعا، الناس دبحت الخنازير والفراخ، دبحوهم عشان الفيروس، لكن الفيروس بالفعل جوه البشر وبيتنقل بسهوله. فيقول لك اصل كورونا مشكلته انه بيقعد على الاسطح او بيعيش على الاسطح مده طويله، لكن في نفس الوقت في درجه الحراره العاليه ما بينتشرش، الفيروسات التانيه في درجه الحراره ممكن تنتشر. فايه اللي حصل؟ ايه الفرق بين كورونا وغيره؟ مفيش اي فرق، هو عليه هوجه دلوقتي وهتهدى مع الوقت، لكن احتياطي لان انا راجل مش دكتور وبنصحك بالجزئية اللي انا عارفها كويس جدا من الدكترة. تخلي فمك مبلول بالازازتين دول، يبقوا في شنطتك في ظهرك على طول كل 25 دقيقة، وغسيل الاسنان والدوايين اللي قلت لك عليهم. ان شاء الله ربنا يقيكم كلكم وما يجلكوش المرض. الوقاية خير من العلاج، وانا بقول لك الوقاية مش العلاج، او تقدر تسميه علاج لو انت عايز تسميه علاج، لكن هي وقاية قبل اي حاجة. طبعا ما وصكش الفيديو ده تنقله لكل الناس، بالذات الكبار في السن توريه لهم علشان برضو يهتموا ويمشوا على هذه النصائح او على هذه الخطوات، بالذات كبار السن اللي فوق 50 سنة، فوق 45 سنة، معرضين للفيروس الكورونا. فعلشان تقي نفسك من هذا الفيروس لازم تعمل الحاجات اللي قلت لك عليها جنب الاجراءات الوقائيه الطبيعيه اللي الدوله قالت عليها ووزاره الصحه. نشوفكم على خير وفي سلامه وفي حفظ الله. السلام عليكم.